ايه يا جماعة، عاملين ايه؟ ورجعنا تاني بالسلسلة المصدية ديت. كالعادة يعني الماوس بطيء. قبل ما نبدأ يعني يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك. البني ادم ده عنده سماعة هيربودز ملهاش اي ست لازمة، وعنده كرسي ب 1050 جنيه 500 جنيه على ماوس كحيان، على كرسي كحيان، حاجاتك كحيانة يا عم انت يا محمد، انت كحيان، انت مال امك. كالعادة يا جماعة نرجعكم بعد ما ننضف وبس كده. خلصنا يعتبر، نفتحوا المحل. احنا قفلنا ايه ده؟ امسك يا معلم. ايه ده؟ وفي وات؟ انا جبت اتنين، مش فاكر ان انا جبت اتنين خالص. بقول لك ايه، الحمد لله. اللي هنا ده يعني ادي الكمبيوتر دوت. بس عايزين بقى النهارده كده، انا لقيت تعليق بيقول ان نشتري اجهزه من اللي هي الرخيصه دي كتير. مش عارف الاكل ده بنجيبه ازاي. طيب بس انا كده كفواتير ندفعها حلو، ونجيب اللي هو الشيف ده. فكرة في ايه بقى؟ اللي انا ما فتحتش المطبخ وهو واقف جوه، فاهم انت؟ انا ملهاش اي ستين لازمه. عايزين نفتح المطبخ يا ديل. ينفع كده؟ طيب ماشي، خده في السكه في رجلك يعني. حول الله، عارف ايه لازمتهم في الحياه اساسا؟ خربط الدنيا. سبحان ايه ده؟ واحنا مين يا جماعه؟ الشاشه كده خلاص جلتشت يعني، خلاص كده بح ماقدرش عليها تاني. وفي ايه؟ وفي ايه؟ او الله دي او ماي تي. نشتري امه كام يعني؟ نشتري امه 1000 دين ديت ولا بس هنشتري دي؟ مشتري كمبيوتر احيانا، اشتري طاولة ام 4 جنيه. فين ادي وردك احيانا اللي هو دوت دوت؟ اشتري ايه يا باشا؟ هدا هدا تم التحكير بنجاح. تعليق برضو جه برضو من نفس الشخص، بيقول لك اشتري البرنامج اللي هو بتاع منع الفيروسات ومنع الاعلانات. طب نبقى نشتروه. ماوس، كمان شاشة، شاشة، هات شاشة كمان، طاولة كمان. طب بص، انا يا باشا نشتري اللي هي بتاع منع الاعلانات دهوت بتاع الفيروسات دهوت. يلا متشكرين على صاحب التعليق. نشتري كمان طاولة من ديت، ماوس، كيبورد، نشتري شاشة كمان يا عم. شوف بقى الحجز الغاضب اللي بره. انا نهار ازرق، واظن الكمبيوتر اللي احنا طلبناه لسه ما جاش فيهم يعني، مش فيهم. ده كله حاجات صغيرة. بص الحته دي زي ما هي اركيد، تمام؟ احنا يا باشا هنفتح الحته دي ونخليها كلها كمبيوترات ضعيفه. الحته هنا كمبيوترات قويه، الحته ديت كمبيوترات ضعيفه. شغل المخ. بس نفتح الحته دي بكام بقى؟ قول لي 900 يعني، مش عارف. واشتري اللي بعديها كمان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كده يعتبر نايس. شاشة وكمبيوتر، وشاشة وكمبيوتر. ان شاء الله الحلقة الجاية نجيبها. نايس ايه تاني؟
ده مظبوط ده مظبوط ده مظبوط، عشان ما اجيش بكره الاقي اللي بعده الاقي كده. يعني انت كله مظبوط يا باشا، يلا بينا. وما تنسوش ما تنسوش ايه، لسه بدري يعني الكلام ده. تضحك عليا والله، شكلك بتسرق الاكل من فوق وبتيجي تبيعه تاني. يلا مش مشكلة، يلا يا جماعة. أظن إن هنا وصلنا لنهاية الفيديو قبل ما يخرب بيت أبو الدروب بتاع كل يوم. وقبل ما تمشي يا باشا تنسوش اللايك والاشتراك، تنساش يا باشا تنساش تاني، تنساش الدروب ده، وما تنساش يا جماعة إن الحفرة في المقشة.